السلام عليكم. 10 ريال تتحول الى 5000 ريال لمده 30 يوم، مهمه ممتعه ولكن شبه مستحيله. قبل ما نبدا في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. باقي لنا شوي نوصل 400 الف متابع، تعالوا نشوف. يوم 10 ريال تكون معك بس 10. ايوه. وشهر كامل تخليها 5000 بس ما تستخدم السوشيال ميديا. طبعا اول شيء قررنا نشتري مويه، ولكن ما راح نبيعها بطريقة المعروفة او الطريقة الشائعة اني اروح اي مكان واعرض عليه الموية وابيعها، لان مثل ما انتم عارفين الوقت قصير ونحتاج ندخل مبلغ اكبر من المبلغ اللي في التحدي. بعدها قررنا نجيب حصالة ونجيب ورقة مكتوب فيها. والله انا عارف ان الخط مرة سيء بس بكتب الماء. ايش رايك؟ ما ريال باع المال في في الاخير راح تكون بنفس الطريقه هذه، يعني نبيع المويه هنا ونطلع نشتغل شغله ثانيه. يلا. ايه ها؟ في زحمه اليوم. ما عليك يا رجال. يقول لك في التسويق اختر مكان مناسب اللي يجذب الناس. حجت معاك الكاميرا لغمتين. علق عليه علق عليه، ترى ما عاد يصير فيه. لا لا انا قاعد الف يمين يسار. طيب وين نروح نحطها في ذي؟ حطها هنا. ها؟ هنا؟ هنا والله؟ اي هنا افضل. الماء بالريال، ضع الماء، ها؟ ضع المال في الحصالة، في مو واضحة ولكن يعني جت بطريقة حلوة، إن شاء الله انها تضبط. هنا هنا ايش رايك؟ هنا. طيب حطينا في زباين ورا يا جماعه الخير، ولكن وشو حريم يعني ما نقدر نصورهم، ولكن في ناس هذولهم قاعدين يدفعون. الله قاعدين يجربون التجربه قسم بالله. اتوقع راح ندخل اليوم مبلغ كبير. تطلع في اليوتيوب؟ طيب وش بتشتري؟ مقطع في تي في قبل. ممكن مقطع واحد لي فوما تي في. ما ادري هو مقطع مقطعين لكن قد شفتك. بس ايه بقى منكم امانه دامكم هنا موجودين تكفون الحصاله اللي هناك يا جماعه الخير. تكفون راقبوها لما تعبيها. اي تكفى تكفى، انا بجي بعد ساعه ساعه ونص. انا حاط هناك كرتون مويه. ايوه كرتون في حصاله في ورقه. اي واحد ما يدفع تسكوك خلاص. يلا الله يحفظكم يا رب، اشوفك على خير. الله يعطيك العافيه. يسوون حراسات على المويه وفي ناس قاعده تشتري. يا سلام هناك موجودين. انت بولا ها؟ مع السلامة. طيب يا جماعة الخير، عاد هذه المرحلة لازم تنتقل لمرحلة ثانية تجمع فيها فلوس، ولكن وش هي؟ ما ندري. قال لي الشخص اللي كان يساعدني في التصوير، أسامة وش رايك تستخدم تطبيق شقردي؟ التسجيل فيه سهل وشروطه بسيطة، زيادة على كذا بعض الأحيان إذا وصلت 15 طلب يعطونك مكافأة عليها، وإذا زدت الطلبات يعطونك مكافأة أكبر. توصل قال لي ل 250 300 ريال، راح أبدأ رحلتي اليوم مع تطبيق شقردي، خلال ساعتين حشوف كم أقدر أطلع. مساء الخير، الحين دخلنا في التطبيق اللي هو تطبيق شقردي. بما أن الموية هناك راح نبدأ الآن شغل نوصل طلبات. هذا الطلب قدامي يا جماعة الخير وسعر التوصيل 20 ريال. راح نخلص الطلب هذا الآن. جماعة الخير نستلم أول طلب. صدقون حياة المندوب والله العظيم أحسها حلو. وين؟ كفياتين كثيرة. بناخذ الطلب الحين ونطلع. وصلنا بناخذ الطلب الحين ونطلع. هذا الطلب يا جماعة الخير راح الآن نروح نوصل العميل. إذا ما وصل عاد الله يعوضه. عادي اصور في يوتيوب؟ ايوه عادي. طيب وش صار هنا مع الحصاله؟ كانت موجوده الصباح وجو ناس. ايوه اخذوا بحر محطة مويه وحطت ريال. يعني في ناس شروا صح؟ اي في ناس. وفي الليل اختفت الكرتونه وكل شيء. وجو اثنين سرقوها. اي ولما رحت الحمامات لقيتهم موجودين بيحاولون يفكونها في الدريشه. وحطوها داخل وراح. والله انك امن شخص. يا اخي شكرا على التربيه الجميله. حرفيا الله يخليك لاهلك يا رب، بس فيها فلوس يعني الحمد لله، عادي نحطها في مكان ثاني. هلا بالشيخ، هلا، عادي تطلع؟ اطلع هي انت اللي سارقها يقول. انا ما سارقها. ادعك ادعك. الله يعطيكم العافيه يا شباب، يعطيكم العافيه، مع السلامه. لا لا عادي. سرقوها في شخصين، سرقوها وحنا. يلا يعطيكم العافيه، ما قصرتوا. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه. ايه بروح نشوف السارق الحين. لازم نقابله لازم. كرتوني بسم الله عليك تكفى. اي شفته شفته. اي اهم شيء الورقة اصلا ما راحت. يلا. يا سلام رجعنا بلوشي، بس الحمد لله لا الحصالة فيها شيء. ها ما حميتها يا اخي. تكفى راقبوها لما تعبيها. اي تكفى.
تك انا بجي بعد ساعه ونص. بنزين 0 كيلو يا جماعه الخير، من الان راح نحسب البنزين، راح نروح نعبيه. خلصنا عبينا 20. تحسبوني باخذ شيء واجب. حركه سويتها عشان ما يقول لي ممنوع الدخول. تاخذ عربية في البداية وتدخل، اخر شيء تاخذ شامبو. طلب ثاني صيدلية. زحمة. السلام عليكم. افو جين حق الشعر. هو حق تساقط اتوقع. اتوقع اني بختفي في الطلب. قال في تركيز 5 مليون. اي شيء اي شيء. هنا شاورما. صغير. كل شيء. ايه في هذا صوص اسمه عبد الحميد اتوقع صح؟ هذا. ويسجل فيه. شفت يوتيوبر اجنبي مصور رحلته من منطقه لمنطقه ثانيه عشان بس يوصل لمستر بيست، وبدا من لا شيء حرفيا، ما معه ولا شيء، بدا منها قاعد ينتقل بين المدن لين يوصل مدينه مستر بيست. اتوقع اسمه رين او راين او زي كذا اسمه اليوتيوبر. بعد ما شفت التحدي حق هذا قلت يا ولد ليه ما انتقل، بعد ما خلص السلسله هذه ليه ما انتقل من دوله الى دوله ثانيه وابدا من صفر ريال. عاد والله العظيم احب تحديات الشارع بشكل كبير. اعطوا رايكم تحت في الكومنتات، هل نقدر نطلع من الرياض او محافظه الخرط نطلع منها الى اي دوله ثانيه مجاوره ابدا من صفر ريال خلال 30 يوم واوصل للدوله الثانيه ذي. بس اول شيء خلينا نخلص التحدي هذا ونفكر في الموضوع الثاني. شكل ذي يوم بطلع بالسياره بوصل فيها طلبات بس ما ادري متى. احسهم بيستغربون لما يشوفونها عند الباب. صح نسيت اقول لكم الطلب الرابع ممكن كرتون مويه. اخ والله بارده. وعلي بالله هنا شغال؟ خلصنا التمرين يا جماعة الخير، نطلع الآن برضو رياضة هوائية للبيت ممكن نص ساعة، وأنا رايح نص ساعة وأنا راجع نص ساعة، رياضة تنشط حرفيا البدن. قررت يا جماعة الخير إني أعيش في الشارع وأبتعد عن المكان اللي ساكن فيه مسافة كبيرة عشان أقدر أشتغل ولا أرجع للبيت، فأتوقع أن هذا هو التحدي الأساسي. طيب يا جماعة الخير، الحين بدأ التحدي، راح أعيش في الشارع وبإذن الله إني قادر أجمع مبلغ 5000 ريال، وراح اوريكم الاشياء اللي راح تصير لي من رحله ال 10 ريال ل 5000 ريال، مثل ما انتم عارفين في الحلقه اللي فاتت وصلنا ما يقارب 80 ريال، باقي لنا 4920 وبدت الرحله. احنا رايحين عند الاماكن العامه، زياده على كذا شرينا مويه ام نص، وراح نبيع الحبه بريال. تحسبون نسيت وسائل الدفع وجايب لهم جهاز شبكه، يعني ما في احد يقدر يصرف. ظنكم يشترون؟ تعالوا خلينا نشوف. بنجرب. إذا شروا ولا ما شروا نروح مكان ثاني. يا الله ما أقدر أقط وجهي زي كذا بس إيه؟ الشغل يحتاج. في مويه بريال يا جماعة الخير. لا هذه المرة المويه بريال. لا هذه المرة المويه بريال. يعطيكم العافية. يسأل الله خير.
الموقف هذا خلاني صدق أكنسل بيع الموية، وبيني وبينكم استحيت على وجهي من أول شخص تقابله يقول لك الكلام هذا، فعلى طول كنسلت فكرة بيع الموية، وربي عوضني بفكرة أفضل منها. طيب يا جماعة الخير، والله العظيم استحيت وأنا أبيع موية. ليه استحيت؟ السعودية كلها أي مكان أي ممشى راح تحصل ماء سبيل. قلت لازم أغير فكرة إني أبيع موية وأستبدلها بفكرة ثانية فلوس. والله استحيت مرة، استحيت. بوريكم الحين رحت كل الممشى اللي موجودة حولنا. خليني بوريكم جزئية بس بسيطة، تعال شوف. بوريكم بس مكان بس حاطين فيه موية، برضو مكتوب ان الماء سبيل. شوف نفس الموجودة هنا، وبرضو فيها ما فيها موية، فأفضل حل نحن نجيب مويتنا ونحطها في ذا المكان. هذه جبنا الموية. الناس اللي فيها الخير يا ولد كثير، ما في ممشى مرينا لم إلا في ناس حطوا موية سبيل. شوفوا الحين اللي وراي برضو نزل ياخذ مويه. مدير كيف حال؟ كويس؟ مية مية؟ مدير هنا كل يوم ركب مويه سبيل؟ كل يوم يجي ركب مويه نفر؟ قبل شوية جاء. الحمد لله يا حبيبي، يلا مع السلامة. مع السلامة. قايل لكم كل يوم في ناس تحط مويه سبيل داخل الصناديق، وهذه نعتبرها صدقة لوجه الله. راح ناخذ جلسة كذا شوف قول الأشياء اللي تجيب فلوس. والله ما أدري وش الأشياء اللي تجيب فلوس، ولكن راح نشوف بإذن الواحد الأحد. نرجع لكم بعد شوي، خلنا نروح الجهة الثانية بإذن الله نحصل شيء يجيبنا فلوس، تطلعنا كذا أفكار بإذن الواحد الأحد. طيب الحين وصلنا الحراج، راح ندور أشياء هنا تنباع. ما ندري وش الأشياء الموجودة هنا، ولكن راح نحاول ناخذ بعض الأغراض ونبيعها في مكان ثاني. ولكن المعروف هنا في الحراج هذا أن في أشياء رخيصة مرة، يعني نقدر نطلع بالسبعين ريال اللي بقت معنا بشيء شيئين، وإن شاء الله عاد نحصل شيء كويس. خلنا ندخل ونشوف. أهلين وسهلين، السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ كويس. وين هذا مكان موجود بسطات؟ بسطات قدام. موجود أشياء كثير هناك قدام؟ أيوة موجود كثير. يلا الله يعطيك العافية حبيبي، شكرا. يا هلا. بنروح الآن للبسطات اللي قدام، والله الكل يمدحها مرة، كل ما لذة وطعم. لا ما لذة وطعم دي أكل، ولكن كل شيء فيها. خل نروح. الباور بانك ذا بكم؟ شغال؟ يعني نشتري ويصير اللي يصير؟ يعني ما ندري هو شغال ولا لا صح؟ هذا بتونة، هذا بكرتونة يا جماعة. ها؟ كانت صفو بدون كرتونة. ولا يشتغل ولا طاقته شمس ولا ايش؟ ولا واحد. كان على 17 ريال؟ اوكي، 17 ريال الحبة. طيب الله يعطيك العافية. ابى اخذ شيء اضمن انه يكون شغال عشان ما اطيح في الفخ حرفيا. طيب يا جماعة الخير في أشياء كثيرة، ولكن نبغى ناخذ شيء عشان نقدر نبيع، يعني الزبون يشتري، ما راح نشتري أي شيء. سيكل؟ ولا يشتغلينا. طيب يا جماعة الخير شرينا السيكل هذا مثل ما أنتم شايفين، خذناه من واحد ما يعرف وش اللي في السياكة وش اللي ما فيه، بس ولكن أتذكر أني قد شريت نفس السيكل هذا أو شفت نفس السيكل هذا في السوق الصيني في الإمارات، كانوا يبيعونه، يعني الصيني معروف أنه يبيعونه ب600 ب605، ما ندري كم سعره. راح ناخذ هذا السيكل ونعرضه داخل تطبيق شباك وننتظر أي شخص يشتري هذا السيكل. كان واضح أنه كويس. هذا هو السيكل يا جماعة الخير، ناخذ الحين السيارة ونوديه معنا البيت. واضح أن السيكل، شوفوا قدام، يعني ضربت الشمس شوي بس ما عليه. مشكلته بس أن كفراته منسمة اثنين، واضح أنه موقف في الشمس كثير، ولكن سيره والأشياء هذه مرة ممتازة. وشايب يطلع لنا، طلع لنا إياه من جوا المخزن، كان يقول لنا سعره 150، في الرجال منه ومنه آخر شيء قال آخر شيء 100، ونطلع له 70 اللي معنا الباقية، في الأخير رضى وعطانا إياه، ما قصر الله يعطيه العافية. على ما ينحرق المفاعل. مسجد الجماعة الخير صليت فيه وريحت فيه ما يقارب نص ساعة أو 50 دقيقة كذا، فراح نطلع. المشكلة ما أقدر أصور برا بسبب لا إله الله الشمس مو تنشف البطارية، إلا أشحنها 100 تنزل على طول 40-30 من الشمس وتحتر وتطفى. جماعة الخير حاب أبشر لكم واضح إني ما أكلت، قسم بالله العظيم لازم أكل. حاب أبشركم السيكل انباع، وراح نتقابل اليوم مع الشخص اللي راح يشتريه وراح ناخذ منه الفلوس. انباع بسعر 350 ريال. والله العظيم بكسب جبار، تعوضت حقه المويه الحمد لله، تعوضت اشياء كثيره. طيب يا جماعه الخير الحين الساعه ممكن 6-5 دقائق، مشيت واجد. الرجال راح نتواصل معاه، بس اول ما اوصل لاي مكان قريب، اي مكان قريب راح اتواصل معاه على طول. خلاص اعتمد انه ب 350، راح اتصل عليه واشوف شو وضعه وين مكانه واسلم السيكل. على كذا يكون خلصت مهمه السيكل، عاد ان شاء الله عاد انه يطلع لنا مبالغ اكبر من اللازم حرفيا. يا ساتر كل الناس تشوفني وتطالعني، ويلي في واحد قاعد يصورني، ولكن ان شاء الله الامور زينه. هلا هلا هلا. يلا اشوفك بعد شوي.
تتصل عليه الحين؟ يا الله الجهاز اللي معي كبير والكل يناظرني، الكل يناظرني، ما صدقت اروح مكان ما في ناس عشان برضه ايوه رحت مكان ما في ناس يا جماعه الخير عشان اضغط نجمه لنس اللهم جزاك الله خير. يا حي يا قيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا والله. يا اهلين وسهلين. انا عارض سيكل للبيع جوا شباك. ايه طيب تبيه ولا ما تبيه صامل ولا ايش؟ اي والله بيه غالي. طيب وينك فيه انت؟ انا والله حاليا راجع دوام، طالع من دوام راجع. طيب موقعك؟ انا موقعي شرق قريب مريت. انت وينك فيه؟ وينك فيه انت؟ انا في العليا. العليا والله يبعد عني كثير، ولكن طيب. تبغى اخلي مندوب يوصله لك؟ مندوب؟ اي مندوب ياخذ 20 ريال. ابد ابد خلاص. تمام؟ ابد خلاص. وش فيه معليش وش فيه مشاكل؟ الكفرات. بس الكفرات اللي فيه، الباقي كله تمام. طيب القاله قطع؟ بتلقى له قطع يب، تلقى له. حلو ابد خلاص سم يا شيخ. طيب خلاص ما في مشكله، 20 ريال والسيكل 350. ابد ابد ما عندك اي مشكله، احول لك اياها ولا تبيها كاش ولا كيف طريقه؟ لا ولا لا جاء السيكل مع المندوب ارسل مع المندوب ولا كيف؟ لا خلها كاش، ابغاها كاش انا. خلاص ما عندك لا خلاص بإذن الله نص ساعة وأكون عندك يا شيخ. أبد الله أرسل لك الموقع الآن. تمام يعطيك العافية. طيب جماعة الخير خلصنا، وقبل 350 وقلت 20 بخلي مندوب، وأنا اللي راح أوصله ما راح أعطي المندوب الفلوس. بطلع الحين، ولكن يبغالي أرجع البيت أخذ سيارتي وأروح، لازم أخذ والعشرين ذي أوصلها وأحط العشرين في السيارة بنزين. أتوقع أنه أوضح حل، من زمان ما ركب سيارة والله. بعد خير شغلت السيارة، وهذا الحين طالع يبعد عني ما يقارب 26 دقيقة، زادت 28 دقيقة، والآن صلاة المغرب، نصلي المغرب ونطلع على طول. طيب جماعة خير وصلت عند بيت، مو عند بيت، عند قال لي تعال عند المسجد، وهذا الحين ننتظر عند المسجد وبتصل له الآن. شوف المكان. اضغط نجمة لنس اللهم يا حي يا قيوم. السلام عليكم. سلام يا هلا. حبيبنا المندوب عند يقول واقف عند المسجد. ايه يلا. طبعا قايل لأنه مندوب ما يدري إني أنا أحاول. يا حبيبنا الله يعطيك العافية. 370 ريال إلى 20 50 70 ريال، يوم ما صرت غبي بالرياضيات. نشوف وش الخطة الثانية. طيب يا جماعة الخير، هنا خلصت 48 ساعة عايش في الشارع، جمعت مبلغ 370 ريال، انتظروني في المقطع الجاي من هذه السلسلة. آخر اليوم، وصدق ما في مكان أنام فيه اليوم، راح أكلم سر بقلط عنده وبنام شكله. يا ربي رب. ألو. السلام عليكم. كيف الحال؟ عليكم السلام. نايم؟ نايم. طيب اسمع يا شيخ، انا في الرياض بسير عليك، بجي انا عندك. يلا خلني احط فراشك جنب الغرفه. يلا انا عند الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين. وصلنا جماعة الخير ل 350 ريال، طبعا هي 370 ولكن نقول 20 ريال بنزين 350 ريال. 350 ريال هذه يا جماعة الخير ما ندري شو نسوي فيها عشان نقدر نجيب فيها فلوس. والله جربنا اشياء كثيرة، وصلنا بعنا سوينا كل شيء، الاشياء اللي صدق سببت لي نقلة حس البيع والشراء يا ولد، في نقلة بشكل مرة كبير. فوش ودي اسوي؟ الحين معي 350 20 ريال بنزين، نحط البنزين في السيارة ونروح نوصلنا كذا طلبين، نحاول نوصلها لل 400 ريال. ما ادري ليه ابغى اوصلها 400، بس ابغى اوصلها 400، احس ال 400 بقدر اسوي فيها اشياء كثيره. كل شيء خلونا نروح افطر، دور لي شيء اكله، شكلي باكل من بقاله والله. بعد شوي بتطلع الشمس بتحرقني، انا عارف انها بتحرقني مره مره مره، لان شمسنا شمس. اخ والله العظيم اني اكلت تبن بشكل ما تتوقعونه. ما لاحظت شيء ناسيه؟ في شيء تغير صح؟ طيب خلني اقول لكم، يلا خلني اجلس الحين واقول لكم ايش صار بالضبط. طيب طلعت يا جماعة الخير من عند ناصر الساعة 4:30، على اني راح ابدا اوصل طلبات واجمع المبلغ لين يوصل ل 400. المهم ويذن العصر وانا جايب معي الله يكرمكم سروال طويل هذا عشان ستر العورة، لاني لابس شورت.
وجيت بقى أصلي وأدور شنطتي مو معي. المهم وأنهبل كذا ضاعت كل أوراقي، والله العظيم ضاعت كل أوراقي، لأنه والله العظيم إن الشنطة غالية مرة 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 مرة. واتصل على ناصر ما يرد، قررت إني أرسله فويس عشان أول ما يقوم يشوفها وينتبه لها، يعني أول ما يمسك الجوال. بنشدك شنطتي عندك ولا مو عندك؟ تكفى رد عليه بس سرع وقت، شيك عليها، شف هي في المجلس، هي عند باب دورة المياه، أي مكان ابحث عنها، تكفى تكفى. إلا يرد علي يقول لي لا والله الشنطة مو عندي. وأنا هنا أصدع، حرفيا صدعت بشكل مخيف، وأدور 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 ما ألقاها، والحمد لله أني ما حطيت جوالي جوا الشنطة وخدت الكاميرا، الحمد لله يا رب. ليه الحمد لله؟ لأن تعرفون مقطع التتبع، حق التتبع اللي دائما أحط القطعة كذا فحت وأروح ألحقهم، أنا كنت حاط قطعة التتبع جوا بوكي، جوا بوكي اللي جوا الشنطة. ما عليكم الحوسة، تكفون عذروني والله العظيم. وافتح التطبيق حق التتبع ذا حق أبل وحصل شنطتي مو موجودة عندي، موجودة في منفوحة بعيدة عني مرة، يمكن حوالي 40 كيلو أو 35 كيلو. والله واتصل على أقرب واحد وأركب معاه، طبعا هذا كله بدون يعني تصوير بدون أي شيء، والله لا تلموني والله العظيم لا تلموني، بوريكم الحين وش الأشياء اللي جوا الشنطة. واتصل عليه قلت له يا فلان بسرعة، تكفى اني طالبك بسرعه تعالي الان. وانا كنت ذاك الوقت حول اليرموك، تعرفون حي اليرموك، حول حي اليرموك حي الرياض، والشنطه وينها فيه منفوحه. المهم يمرني واركب معه ونطلع على طول مباشره لش اسمه لا منفوحه، واقعد الحق بالخريطه والحق بالخريطه لين حصلت المكان اللي فيه الشنطه. كانت جوا محل هناك كذا بقاله كذا زاويه، دخلت عليه قلت السلام عليكم، في غرض هنا انا ناسيه، ما قلت له انه مسروقه مني، لا قلت له في غرض هنا ناسيه، قال ما في شيء. قلت طيب ما في شيء، وادخل بالتطبيق وفي يعرفون قطعه لبل اقدر اخليها تطلع صوت ترن تيتيتيت كذا تيتيتيت، والله واخليها ترن الا وترن عنده. قلت له هذه الشنطه واشيلها واسحبها منه. اصار اول ما شافني اني صملت معاه على طول ارخى، قال هذا حب زبون ما ادري ايش. والله العظيم اني ما كنت ابغى اتصل بالشرطه بسبب اني ما فاضي قروشه، ويعني تطلع السالفه كبيره مره مره كبيره، صدق السرقة كبيرة، ولكن ما كنت أبغاها، كنت أبغاها يعني هي ودية والله. تعالوا أوريكم وش اللي جوا الشنطة عشان تعرفون ليه قيمتها 20,000 ريال. طبعا هذه الشنطة أول ما تفتح السحاب لي ورا هنا شو موجود، شوف جهاز هذا وشي حق الشبكة، هنا في ماك بوك شريب كم ب 11,000، هذا الحالة بس ب 11,000. هذا ماك بوك الجديد عرفته، المهم هذا أصلح فيه الصور وأصلح فيه أشياء أي. تمام بوريكم وش اللي جوا بعد. نفتح سحاب اللي قدام، والله ما ادري ايش كنت. سماعه بوس يا جماعه الخير، شاريها من دبي قبل 3 سنوات، ماخذها ب 1,500 هذه السماعه. طيب هذه كلها ما تيجي نص قيمه الاشياء اللي جوا الثانيه. نفتح السحاب الاخير، طيب هذا اللي البسه وقت الصلاه، تمام، وهذا البلوفر عشان حساسيه الشمس، يمكن حساسيه شمس، تمام، كاميرا سوني 6400، مايك رود، هذه الكاميرا شريها ب 6000، هذا ب 1200، تمام، الرونر هذا ب 2000 شري الحامل، جو برو، تمام، وهذا بوكي. يعني شوف هذه كلها والله العظيم سعرها 20,000 ريال، جو برو ما ادري كم ب 1200، هذا ب 2000، هذا ب 1200، وهذه ب 6000، ما ادري ايش. خلاص هذه لو نحسب هذه ممكن 12,000، هذه السماعة واللابتوب كلها 12,000، 20,000 ريال بغت تروح هبان منثورة. شي فكرة مرة جبارة، لازم تستفيد من أخوياك، إذا ما استفدت منهم أنا أشوف الموضوع يعني فيه لبس. تعال 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 يا لير وسالير، كيف الحال؟ حياكم طيبين؟ مرحبا ومحسنين. اتفقت معهم اتفاق إني أجيب كرتون موية وأجيب جهاز شبكة، هم المسؤولين عنه إن شاء الله، ولكم نسبة. لا ما عليك، لا 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 تجاملوني، لا ينباع ينباع والله عطشنا شربنا، ابدا فدا خلاص اجهزها واجيكم باذن الله. تعبديها من كل شيء شكلي. ايه يا جماعه الخير، فكره حلوه، اعرفهم دائما اغسل عندهم وجيرانهم، قلت حرام يا اخي اني ما استفيد، حرام اني ما استفيد من المعرفه هذه. بطلع الحين اجيب لهم مشروبات بعبيها مويه، واجيب سطل واحط فيه ثلج واخليه عندهم واخليها تنباع. بارد؟ لا ما في بارد مره. في ثلج طيب؟ ما في ثلج؟ والمويه وحطيناها جنب المفرش حقي لانها فيه دائما. فيلا ليتس جو. بنروح يا جماعه الخير ناخذ لنا ثلج، لان ما عنده ثلج، بمر بقاله بس.
ناخذ ثلج. ثلج؟ وهذا هو. اخ والله ان شاء الله يكفي، والله ما يكفي صغير. يجي اكبر. ممكن في اثنين، شفت اثنين انا. السلام عليكم، جبنا جهاز شبكة برضه جبنا في الليلتين، الحين راح نعبيها مويه ونحط الثلج عليها ونوديها للمحل. ما عليكم من الحوسه، ابد ابد. عليكم من هنا. طيب هذه يمكن تشيل شوي عشان نقدر بس نحط الثلج عليها. والله شد. اوكي ما في مشكلة. هذه برضو عبيناها كذا، وهذه نقفلها بس بنحط الثلج ما تشيل واجد، وباقي والله هنا موية كثيرة والله. لكن برضو بعطيهم ذي وبحط ثلج جوا هنا، او كيس الثلج بحطها جوا. طيب ماهر خلاص عندك شبكة وعندك الموية، أشوفكم المغرب العشاء. حاول تصرفها، التسويق عماد تكفى سوقها. ما عليك والله شكلي برجع، ودي أخذ واحدة يا أهلين. الحبة بريال. أيوة اشتر اشتر راح اشتر. تبي تحاسب في شبكة؟ نتفاهم إن شاء الله بعد الكاميرا بإذن الله. زبايني كلهم المغسلة كلهم دفعوا. عماد عماد هلا بالشيخ، شو السالفة يا ولد؟ شغل تمام؟ كل شيء راح. ايه شفت الفواتير ما شاء الله. قلت لك ما عليك يا ولد، بتعامل معكم اتعاقد معكم. ايه هذه شبكتك وهذه فلوسك. الله ليكم يا رب. ايه لازم اتعاقد معكم، شو رايكم نفتح هنا متجر؟ والله ديرة انا، والله ديرة والله، واللي خلقني ديرة والله. كم؟ تعال. كم طلعته ممكن كم؟ 30 ريال. حدود 30؟ ايه. يا سلام. 10. يا سلام. 10. 33. 30. حول 30. الله لا يهينكم، والله لا يهينكم، نبغى الفلينة بس. اوه فيها ثلج بعد. يا سلام، يا سلام. يا سلام، الله لا يهينكم يا رب. يعطيكم العافية. يا هلا. اليوم الاول كان من اصعب الايام اللي راح تطلع فيها بسبب انك ما تعرف ايش راح تسوي وكيف راح تبدا. السبب اللي خلاني اوقف السلسله هذه كانت في فتره الصيف، كانت عندي تحسس من اشعه الشمس، تعرفون حساسيه الشمس. لا وزياده على كذا في حلقات طارت. هذا مو عذر صح؟ في حلقات طارت، بالصدق في حلقات طارت. والسبب اللي خلاني اوقفها قلت الحين لو رجعت قلت لهم في حلقات انحذفت، وصلت الى مبلغ ممكن 3200 ريال في ممكن 20 يوم، والله ما يصدقون، والله لو انك مو صادق يا شيخ، لو انك مين، والله ما يصدقونك. قلت لكم في السناب ترى انحذفت وراحت الذي، ولكن راح اوعدكم بسلسله اكبر من هذه واقوى منها بكثير. اذا وصلت نهايه المقطع لا تنسى تضغط اللايك وتشترك في القناه، اشوفكم في امان الله، سلام.